حضرتك عشتي معاها في الفترة الذهبية لسعاد حسني. اه طبعا. يعني مش في البدايات. لا, لا ده يعني ممثلة مصر الأولى في الوقت ده. عشتي معاها بقى وهي بتعمل أفلام إيه؟ كل الأفلام بقى من أول البنات والصيف, وبعد كده بقى الأفلام الزواج على الطريقة الحديثة, الأفلام اللي هي كانت بتاعت زمان دي مع حسن يوسف على طول. وكان حسن يوسف ده شوفه على طول عندها هو ولبلبة, كان هو الأول متجوز لبلبة. فكان هو معاه على طول, وثلاثي أدوار المسرح فكانوا بيبقوا عندها على طول وأشوفهم. لدرجة إن أنا لما يعني اتجوزت في بيتها وما عملتش فرح, يعني الأحداث كانت جوزي جه من الحرب 73, قال لازم اتجوز دلوقتي, هو نزل 3 أيام. فسعاد قالت له هتجوزها لك النهارده, فراحت مجوزاني النهارده بسرعه, جابوا المأذون وفي البيت وعمه, وادتني فستان من عندها واتجوزت 3 أيام كان نازل بس. أخوة يعني. طبعا. مدام جيهان, عرفت ان وانت صغيرة كده يعني اخدتك سعاد حسني مرة او مرتين بس, يعني طلعتي على الشاشة كده جنبها, قولي لنا ايه الحاجات اللي انت شاركتي فيها اختك في صغيرة الحب. كنت انا وجهير وجلاء وجاسر معاها في الاستوديو وهي بتمثل صغيرة الحب, وبعدين نيازي مصطفى قال لنا ايه, تعالوا خشوا تبقى انتوا ولاد الجيران, يعني هي مش مودينا نشتغل, احنا مودينا نتفرج عليها, فراح قال لنا تعالوا يبقى ولاد الجيران. انتوا اللي كنتوا بتضربوا الجرس وتجروا؟ اخويا اللي كان بيضرب الجرس ويجري لا 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 لا, خلينا نشوف المشهد ده. انت بقى فين يا مدام؟ انا اهو اللي لابسه ورا ده. انت لابسه اسود؟ لا, الكارودا شايفه الفستان ده. انا في الدوائر ده اطول واحده. اطول واحده. انت وجاسر اخويا اللي بعديه, واخواتي الاثنين اللي ورا. مثلته برضو. مثلني يعني بطوله. يعني رايحين معاها فقالوا احنا عايزين عيال, فعديت. نيازي مصطفى قال لنا تعالوا بقى خشوا بقى انتوا تبقوا ولاد الجيران. ماشي, طلعنا نسقف. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش, وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.